الكورة في ملعبنا، ملعبنا هو ملعبكم. النهارده هنبدأ، هيبقى البداية هتبقى سخنة قوي بالذات في ماتش البريمير ليج، وحبة ماتش حلوة كده في الليجا حلو، وفي متعة تانية برضه في إيه، في كأس إيطاليا حلو، غير بقى إيه كأس الأمم الأفريقية دول اللي نركنها على جنب دلوقتي. عشان كأس إيطاليا؟ آه كأس إيطاليا ده في تاريخ يا راجل. آه أنا مش عارفين دول ولا إيه، مش فاهم أنا. المهم البدايه اكيد هنرحب بيه كابتن محمد صامي. ايه الاخبار يا كابتن؟ الحمد لله صحيح. ايه الدنيا؟ اقول الحمد لله. اه بقول لك ايه، توقع صح حاجه، خلي بالك. ايه بقى؟ نوتنجهام يكسب اليونايتد، اول مره يعملها. ومعانا ومعاكم الضيف الاساسي والرئيسي وهو صاحب القناه مش انا، خلي بالك. كابتن عمر خالد، ايه الاخبار يا كابتن؟ ايه الاخبار؟ فما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم كده تفعل الجرس عشان كده كل جديد عندنا. وندعي لاخواتنا واصدقائنا في فلسطين وربنا ينصرهم ان شاء الله. والبدايه هتبقى مع فريق كان قوي زمان ودلوقتي بقى ملط. البدايه هتبقى مع ماتش لاوتون ضد تشيلسي. ايه ده؟ ايه لاوتون وتشيلسي ده؟ مالهم؟ انا نفسي اعرف تشيلسي ده عنده ميزه حلوه. كسب. ايوه ما كسب بس كان هيخسر في الاخر. مش الماتش على ارض لاوتن؟ اه طيب والملعب ده بتاعهم بيسلم وصغير. اه كنت هتلاقي اغلب الفرق، يعني السيتي كان خسران عليه 1 رد 2، ارسنال كسب 4-3 بالعافيه، ودلوقتي تشيلسي كسب 3-2. فهتلاقي ان كل النتائج بتاعت لوتن في ارضه حتى لما بيخسر بتلاقي نتائج قريبه. حتى ليفربول خسر نقطتين على الملعب ده. فانا ما اتفاجئتش يعني بان تشيلسي كسب بصعوبه في الماتش ده. الله ينور، فعلا بالمر بدا في الدقيقه 12 التسجيل، بعدين بالمر سجل ثاني في الدقيقه 70، ومادوكا سجل في الدقيقه 37، بعدين بارك الواد ده بالمر دوت، يعني تحس ان السيتي اتضرب على قفاه في الصفقه دي. ما اكيد صفقه كده اللي هو تمت في الاخر خالص بعد ما تشيلسي عمل كل الصفقات بالمليارات اللي هو صرفها دي، جه في الاخر جاب بالمر ده كده ب 60 مليون كده. ايه على الاخر هو اللي مبدع بصراحه، هو زي ابراهيم اتياز برضه لما مشى وراح الميلان مبدع في الميلان، وبعدين يعني ايه لا ظبط معاكم الدنيا انتوا. ها ينزل يحط جول و10 عادي يعني باركلي وادوبي ده سجل الهدف الثاني. بص بقى عندك الحارس بتاع لاوتون ده عمل 5 سيفز من اصل 6 وتسجل عليه هدفين، يعني سبحان الله. المهم استون فيلا وبرني، استون فيلا كسب 3-2 دي حاجه متوقعه. مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد 2-0 عادي، انت متوقع 100% مان سيتي يكسب. نوتنجهام فورست يكسب مان يونايتد، يعني تاريخ نوتنجهام فورست اعلى من يونايتد اكيد، ولا ايه رايك؟ اه كتير ماشي ماشي، هو اه فريق معاه اثنين شامبيونز ليج وكل حاجه، بس يعني ايه هنفخمها؟ معلش انا عشرة قوي، معلش ده من الفرق النادره اللي خدت دوري الابطال سنتين ورا بعض. صح بس الكلام ده من بدايه الخريطه. ايوه من 1900 لما كانت الكوره شالوها جبس وكاس موجود مصامير مش بس وحيد في العالم اللي على الدوري الابطال اللي معاه اكتر من الدوري، واخد كل شامبيونز ليج واخد دوري واحد بس. شايف بقى انت ليه؟ معجزه فعلا. المشكله في حاجه بقى، اليونايتد كان يستحق بصراحه. بصراحة اليونايتد أداؤه متذبذب جدا، يعني حتى في ماتش أستون فيلا قلنا ها عمل ريمونتادا وكان ماتش بصراحة يعني رائع لليونايتد، بس هما ما بيستمروش، يعني ممكن لو كسب ماتش تاني تلاقيه التالت وقع، يرجع يكسب ماتشين يعشم جمهوره يروح جاي واقع في الغد، ملوش كتالوج. فين أيام سولشاير؟ فاكر سولشاير كان بيعمل إيه؟ كان برضه كان عنده نفس السيستم، لا كان عنده نفس السيستم بس كان بيعمل إيه بالظبط؟ هزمت باريس، طلعت باريس، عملت حاجه في دوري الابطال، يعني بيعمل حاجه كويسه ماشي بمسكنات، يعني لو احنا بنكسب ماتش اللي هو ايه الجمهور نفضل فرحان الاسبوع ده ويجي أيوه. الاسبوع الجاي بس معلش سولشاير المسكنات بتاعته كان اعلى من المسكنات تنهاج بصراحه. بصراحه هو يمكن تنهاج اللي عمله السنه اللي فاتت ان هو بنى فريق عشم جمهور اليونايتد قوي وخد معاهم كاس الكرواو وبتاع ورجعهم تاني للبطولات، فاللي هم ايه وزي ما تقول بنى الفريق على مزاجه بقى، جاب اللعيبه اللي هو بيحبها، جاب اونانا، جاب ميسون ماونت، جاب هو اللي مختار اللعيبه محدش فرض عليه. وكل اللعيبه اللي هو كان عايز يمشيها مشاها، فالناس ايه زي ما تقول قال لك خلاص بقى التنهاك حط ايده على مفاتيح اللعب وبتاع، بس الحمد لله الموضوع ضرب في وشه. بالمناسبه سانشو راجع لدورتموند برضه، عشان برضه ايه دورتموند فريق كبير اكبر من يونايتد. لا ايه ده احنا عم متصدرين مجموعه الموت يا راجل. ايه احنا متصدرين مجموعه الموت ده هتطلع من دور الثمانيه.
فكره انك هتعدي دور ال 16 بقى وتقاوح بقى زي ما الانتر عمل السنه اللي فاتت. الاحراج ده انت بتعشمش يا صاحبي. معلش تمام. فولهام ضد الارسنال بقال الله يا سيدي. لا اله الا الله يا سيدي. لا اله الا الله. هو ده الارسنال اللي اعرفه. انت عندك الزرابه ده تقعد بقى تعشمني كل سنه وتنافس السيتي وتبقى تاني وبتاع. لا لا هو ده. انا عايز كده. انا احب ده. بتحب تعشق الارسنال كده. اه وناخد الاف اي كاب في اخر الموسم ونقول بقى خلاص كده الحمد لله. وهتطلعوا من دور ال 16 في دوري الابطال عادي. مش للدرجه. ممكن يطلع من دور النص النهائي ولا حاجه لو القرعه خدمتهم. لان بورتو مش فريق جامد. ولو ربنا كرمنا في دور الثمانيه مثلا ان مثلا دورتموند تعدي من دور ال 16 وتقابل ارسنال في دور الثمانيه يبقى يعني خصم حنين كده. يعني انا هقوم له. انا ممتل. انا اسمح لك. لا بس هو الارسنال فعلا ارتيتا عامل توليفه كويسه جدا وكلمنا اصحاب كتير. هو المهاجم المرشح هيجي الارسنال. في حد مرشح دلوقتي ولا؟ والله انا سامع كلام عن اوسيمين بما ان يعني نابولي عمل حركه غبيه في موضوع التجديد ان هو حط شرط جزائي في عدد 120 مليون بس. مع ان هو كان ممكن لما يجي يبيعه يجاوب اكتر من كده بكتير. بس انت 120 مليون دول تخلي اي نادي في العالم يروح يدفع الشرط الجزائي من غير ما يرجع لك موسم يجي. وبيني وبينك الماركت فاليو بتاعته 110 اصلا. انت فاكرين ايه؟ هدفع 10 مليون زياده يا عم ولا حاجه. خلاص ولا حاجه. تمام. فولهام كان اثبت فعلا ان هو جدير بالفوز على الارسنال ولا ايه رايك في ماتش الارسنال وفولهام عموما يعني؟ الارسنال مش بقاله ماتشين كده كان بادئ يعني هو بادئ الموسم كلنا قلنا الارسنال مستويات غير المواسم اللي قبل كده ناوي على نفس لحد اخر الجولات. بس هو اخر جولتين تحديدا مش فاهم ايه اللي حصل يعني. هو ايه اللي حصل؟ يعني فاهم وقعوا اتكلم. لا يعني قدام فرق ما مش قمه يعني مع كامل الاحترام يعني تمام. فولهام تاريخ ممكن بريك كامل من كل حاجه اخر كان اليوروبا ليج يعني. ايوه بس مش توب فايف يعني. ايوه مش عارف بس يعني ارسنال مع كل الاختبارات مع التوب فايف تقريبا ما حصلش تقريبا. اللي لم تكن جاي يخسر ماتش ده من السيتي واليونايتد. ايوه يعني وتعادل مع تشيلسي وتعادل مع ليفربول. ما خسرتش يعني. انت جاي بقى ليه بقى يعني ليه تتولى بقى في الماتشات دي؟ لا 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 بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك. للاسف انت المشكله انت في اخر اربع ماتشات انت خسران 9 استون فيلا. ايوه وست هام وفولهام. بص هو استون فيلا تعظيم سلام على اللي بيعمله الموسم ده بغض النظر عن ماتش ارسنال حتى يعني. وست هام برضه فريق عنيد عايز يوصل للتوب فايف حتى. بس برضه يعني هو غريب. المشكله ارسنال اللي هو اتحفظ خلاص. صح. انت السنه اللي فاتت يعني نسبه قليله من النتائج اللي انت كنت بتحققها ان انت ما كانش حد متوقع ان انت بعد ما كنت بتنافس على رابع خامس ان انت تخش تنافس السيتي على الدوري. ما كانش حد عامل لك حساب. انما السنه دي كل الفرق بقت باصه لك ان انت رجعت تاني فريق كبير. واللعيبه للاسف لسه خبراتها قليلة يعني. ساكا لسه لعيب صغير. اوديجارد لسه لعيب صغير رغم ان هو كابتن الفريق. جابريال جيزوس على الرغم ان هو خبره مع السيتي وبتاع بس دايما كنت تحس هو في السيتي ان هو مش المهاجم الاساسي. مش ده اللعيب الاساسي بتاع السيتي. حتى لو كان بينزلوا جوارديولا بينزلوا وينجر اكتر بس عشان السرعات بتاعته. تمام. هما اهم حاجه انتوا تجيبوا لاعب اسمه جابريال عشان يظبط الدنيا. عندنا اربعه جابريال. في احلام يعني فيليب داستا. توتنهام لعب بورنموث وبورنموث خسر 3-1. احنا كنا متوقعين بصراحه توتنهام يكسب الماتش ده. وليفربول ونيوكاسل الماتش اللي حصل ايه؟ بوم. قلنا بقى نيوكاسل هيبقى عدو لدول مع الفريق ولا كده 4-2 ليفربول. صلاح ده ضرب جزاء كمان. انا لسه هقول لك. ما هو صلاح ضيع بلانتي وبرده يعني سجل بلانتي وصلاح سجل هدفين وجونز وكامبو سجلوا هدفين تانيين كانوا اربعه وبوتمان وازا سجلوا نيوكاسل. ايه رايك في اداء ليفربول؟ يعني الشوط الاول ما كانش هو يعتبر احسن. هو ليفربول على فكره في يعني معظم ماتشات الشوط الاول تحس ان هو ما بيبداش ضاغط. حتى لو كان الفريق اللي قدامه اقل منه شويه تمام ما بيجيش الاستحواذ اللي حسيت بينته. ينزل بقى الشوط الثاني تحول بقى. وده كوم طبعا واللي حصل مع صلاح طبعا كوم تاني يقول لك بقى غير الجزمه. ايوه ايوه الادم بحث عليه ونزل ايه اثنين اسيست. جاب اثنين جولين واسيست وكان ده ضربه جزاء تمام. فيعني
يعني بصراحه هو النجم هم اعتقد ليفربول بيحب ياخد دش سخن كده ما بين الماتشين عشان ايه كلوب يعرف يكسب كلوب ايه يشتغل معاهم الشغل الالماني بيتظبط على طول. حارس نيوكاسل عمل 10 سيفز في هذه المباراه الرائعه فدي حاجه من الحاجات المتميزه جدا. نيك بوكس لا بوب مصاب توبراك توبراك ايوه ولا ده سيف اصلا كان الاساسي بتاع نيوكاسل نيك بوبيدي بس هو فعلا هو من حراس الجامدين. انا شايف ان هو ينفع كمان حارس اساسي في اي فريق تاني لو نيك بوب رجل لان انت عارف احتياج مصنوعه دي حتى لو حارس الاساسي اتصاب والبديل بدع لما بيرجع لسه بيلعب هو لا وبيني وبينك عشان رمز الانجليزي واحنا معلش انا عايز عايزين حارس انجليزي فرقه قويه في انجلترا نفسي حتى الحراس الانجليز يعني فاقدين الامل النهارده طول ما بيكفورد بيلعب اساسي في هو اللي هيتاخد الاساسي لسبب لا يعلمه الا الله. انا مش مقتنع بالحارس ده ليه مبرر يعني هو انا مش عارف ايه ليه ساوث جيت مصمم على بيكفورد بس انا مش شايف في حاجه مميزه تخليه هو الحارس الاساسي بتاعه. يعني معلش انا في وقت من الاوقات مثلا فاكر ايام بيرلي ما كان عندها نيك بوب وشيفيلد كان عندها دين هاندرسون كل بيقول لك ايه هاندرسون وبوب كانوا عاملين اداء رائع فقال لك ايه ماشي خلاص بيكفورد الاساسي. بيكفورد كان حط عليه اكتر من 25 جول يا عمي طلع مدربنا ملهاش مبرر بصراحه يعني حتى لو هو مثلا بيكفورد حارس كويس بس بيلعب في فريق قليل اكيد الانظار هتروح عليه ان هو يروح مثلا فريق اكبر انما ده يعني تقريبا 10 سنين بيلعب في ايفرتون ما جالوش ما سمعتش ان جاله عرض من اي فريق من التوب 6 في انجلترا ولا حتى بره انجلترا ايوه في المانيا ولا في اسبانيا ولا في اي فريق تاني. انا بحس انجلترا عموما الحراس دي كلهم من فرق متوسطه يعني حتى 2006 روبرتسون ده كان حارس مين؟ حارس توتنهام وكان توتنهام واقع يعني سبحان الله. تعال بقى نشوف ترتيب الايه؟ الجدول. ليفربول متصدر 45 نقطة 20 ماتش استون فيلا الثاني 42 نقطة 40 مانشستر سيتي بس لعب 19 ماتش لو ما دري ماتش وهيبقى الثاني على طول ان شاء الله. ارسنال في المركز الرابع 40 نقطة وتوتنهام في المركز الخامس 39 نقطة يعني كلها قريبة تمام. خش بقى على الهبوط خشوا على الهبوط شيفيلد 9 فوقيه بيرنلي في المركز ال 19 11 فوقيه لوتون ب 15 بوند فوقيه ايفرتون 16 بوند تمام. وعلى فكره الماتش بتاع السيتي هو لوتون تقريبا وايفرتون مخصوم منه 10 نقط يعني ماشي ربنا يبارك لهم ان شاء الله وايه لو عارف اللي هو ربنا يكرمه يا رب ويولع ان شاء الله تمام. هو الاسبوع الجاي مش هيبقى فيه بريمير ليج بس هيبقى الاسبوع اللي بعديه يبقى فيه بريمير ليج. تعال بقى نشوف الماتشات القادمه راح تلعب الاسبوع اللي بعد الجاي تشيلسي فولهام تشيلسي فولهام سيتي اضرب فولهام اضرب فولهام ولع الدنيا نيوكاسل سيتي سيتي لا استنى في ملعب نيوكاسل ممكن تحصل مفاجأة ايوه بقول سيتي بس ممكن تحصل مفاجأة حلو انا زيت لان السيتي السنه دي بره ملعبها مش احسن حاجه مش احسن حاجه لا هو مشكله السيتي حاجه مفيش رودري الدنيا بتوقع صح دي حاجه من الحاجات الغريبه يعني معلش عشان لاعب واحد الفريق كله يقع ازاي دي كانت من الحاجات اللي كان اللي كانت مستحيل تحصل في السيتي السنين اللي فاتت كان اي لاعب بيغيب بتلاقي حد مكانه يمكن ده برده اللي حصل كده السنه دي بسبب ان السيتي مش جوندوجان مش رياض محرز مش مين تاني لا كان في لعبة كتير كان سيلو مشى فانت درس سكواد اللي انت كنت عامله السنين اللي فاتت انت فرغته السنه اللي فاتت يعني بلا مبرر عشان كده بقول لك برضه نيوكاسل ومان سيتي ها تعادل تعادل ايفرتون استون فيلا ايفرتون استون فيلا ايوه ها لا استون فيلا ها على اداء لا ايفرتون انه بتلعب ايفرتون ايفرتون بتاع حلو على حلو يونايتد توتنهام صعب قوي بس مشكله توتنهام بيلعبوا لعب مفتوح والله بص بما انه ورانا هيروح امم افريقيا ومش هيبقى موجود في مانشستر فممكن مانشستر تكسب. طب بص اقول لك حاجه بقى اقول لك على صدمه بقى في عركه ما بين اداره اليونايتد ما بين تنهاج وبين صون ليه بقى؟ عشان مش عايزين يبعتوه؟ لا ما استنى ما هو ماتش الكاميرون الاول هيلعبوه امتى؟ يوم 15 تمام؟ واليونايتد هيلعب يوم 14 طيب حلو فقال لك ايه؟ لا احنا عايزينه يعيش في عالم معسكر يعيش فين؟ ما هو بالنسبه لهم سوق كاميرون ايوه طبعا ما ده الصح طبعا قال لك نروح المعسكر اليونايتد لا انا عايزك لحد اخر اليوم لا لا ايه العبط ده؟ لا ما اعرفش ايرتن هاج برضه عايزه انا عشان حاسس ان انا من احسن الحراس الموجودين طبعا
كلام اقسم برب العزه بكاري وبرو ابتو توتنهام ولا يونايتد؟ يونايتد توتنهام. بص انا حطيت الامل في يونايتد. اي نفس الكلام بتاعه قال لك نوتنهام فورست بقى ايه يمكن ابقى فقر على نوتنهام فورست. كده يونايتد هيكسب خلي بالك. بيرني لاتون بيرني هو على الارض بيرني اساسا بيرني تمام. ارسنال كريستال بالاس اتمنى ارسنال لا بس انا والله زهقت يعني على ارضك مش فارقه هنسيب الفلوس ده على ارضي. هو في مشكله دلوقتي ايه بقى؟ في ثلاث اربع لعيبه افارقه اساسا اساسيين في كريستال بالاس مش هيكونوا موجودين في الماتش ده. طب كويس حتى لعيب وحيد عندنا اساسي المفروض ان هو اساسي توماس بارتي ما راحش يعني ما انضمش لقائمه الغنى لسبب برضه غريب يعني لما النني انضم لمنتخب مصر هو ما بيشمهاش. توماس بارتي اللي هو السنه اللي فاتت كان من اهم لعيبه ارسنال وشايل نص الملعب على كتافه ما يستدعوش يعني شايف غنى دلوقتي مش من كتر النجوم اللي فيها عشان خاطر ما يستدعوش توماس بارتي بس يعني مفيش غير اثنين محمد قدوس واكو ويليامز بس هم دول الاحسن غير جوردن ايو واندري ايو دول هم بيست سيو ماشي. ارسنال كريستال بالاس ارسنال برنتفورد نوتنهام فورست نوتنهام فورست نوتنهام والله انا بحب برنتفورد مش عارف حاسس انها هتكسب يعني حاسس طب هو توني هيرجع في الماتش ده اعتقد صح؟ ممكن والمهاجم التاني هيلعب مع كاميرون صح 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 لا برنتفورد هيكسب. شيفيلد ويست هام ويست هام بورنموث ليفر بورنموث تعادل ليفربول ضربها 8 قبل كده ولا 9 ليفربول السنه اللي فاتت لو تفتكر بعد ماتش مانشستر يونايتد خلص 7-0 الماتش اللي بعديه كان بورنموث تعادل 1-1 بقى لا خسر 1-0 خسر 1-0 وصلاح محمود ضيع ضربه جزاء الماتش اللي فات فرق ايه؟ ليفربول بصعوبه يعني 1-0 براتون وولفرهامبتون ماشي كويس قوي الفتره اللي فاتت براتون وولفرهامبتون تمام. تعالوا نخش على الليجا كان في منتشه جامده قوي في الليجا تمام. ريال مدريد ومايوركا الحمد لله ربنا سترها والشيخ روديجر الشيخ روديجر سجل وسجد يفتكر انه مسلم عارف كان بيتمرن جاي بنمر على المانيا يدعم وبتنمر على اللعيبه فاهم ودلوقتي سيدي ربنا يهديه او ياخده ايوه مثلا تمام. ولكن مش ده الماتش كان مهم ماتش كان اصعب والاهم كان جيرونا اتلتيكو مدريد ماتش تقريبا كان فيه 6 اهداف الفارو مراته ده صعبان عليا تخيل كده لما تجيب هاتريك في ماتش فريق يطلع خسران 4-3 اللي هو يا حبيبي انا هعمل ايه تاني؟ طب انا افرح ولا ازعل ولا اعمل ايه؟ يعني عارف انت اللعيبه اللي هم بعد ما يجيبوا هاتريك بعد ما يطلعوا الماتش ياخدوا الكوره اللي هو ممكن يمسك الكوره يحدف لها على الجمهور اللي هو مش عايز يشوف ام الكوره دي تاني يعني انا جبت 3 اجوان الفريق تخسر انت مش احسن ما تجيب 3 اهداف هاتريك وفي الاخر يبقوا اوف سايد كان بيعملها كان طريقه لا بس يعني ممكن تبقى في فريقك بتكسب مثلا انت جايب 3 اجوان هاتريك في ماتش وفي الاخر تطلع خسران اللي هو طب انا هعمل ايه تاني؟ ايه رايك في اداء جيرون قدام اتلتيكو في هذه المباراه ملحمية لا هو مش اداء جيرونا قدام اتلتيكو هو اداء جيرونا من اول الموسم يعني يعني ده مش تاقمر يعني ما كانش تاقمر قدام اتلتيكو جيرونا من اول الموسم مستواه يعتبر ثابت بنسبه كبيره جدا قدام فرق كبيره زي قدام فرق صغيره قدام فرق كبيره اكتر يعني اكتر كمان من قدام فرق صغيره خلي بالك تمام يعني انت بتتكلم قدام ريال مدريد قدام برشلونه قدام الفرق المقدمه عين باستثناء ريال مدريد بس لان الماتش خلص 3-0 ملعب جيرونا لا ماشي بس قصاد برشلونه لو تفتكر هو الانسايد 4-2 دلوقتي 4-3 فلا يعني بتتكلم مستوى مذهل الصراحه واحلى حاجه في لعيبه كانوا بيقولوا انتهت زي داني بلاند برضه داني بلاند كان عامل ماتش حلو قوي غير سافيو تقريبا في عروض كتير ليه الايام الجايه دي في لعيبه كده تلاقيها بتلاقي نفسها مع الفرق الصغيره زي برضه الحارس بتاعهم كان حارس توتنهام الصابر برضه كان عامل اداء حلو يعني فاعتقد المنافسه هتبقى في الليجا مشتعله لحد اخر الاسبوع اعتقد كده تمام. هل جنون قادر هو يحقق الدوري؟ اعتقد ماشي من نفس المستوى ده يقدر في ظل تراجع مستوى برشلونه في ظل الاصابات اللي بيعاني منها ريال مدريد فلو حظ خدمهم ممكن تلاقيهم بياخدوا الدوري مش بعيد ولا ممكن يبقوا في توب 4 احسن. انا بالنسبه لي لو هو لو ما خدوش الدوري
لو انها توب فور ده بالنسبه لهم ده كبير جدا. اكيد يعني لو انها ثالث او حتى رابع، يعني لو انها ثالث بعد مثلا ريال مدريد وبرشلونه او ريال مدريد واتلتيكو او رابع بالنسبه لهم ده نجاح. يعني هو ما مشيش برده ان هم ياخدوا الدوري خالص. تمام. هو دلوقتي لازم النصب يلعب برشلونه، وهتلاقي برشلونه كسبان اكيد. حلو ماتش ما بلعبش. ماشي يا عم مش عارف ممكن يكسب، اعتبره يا رب يا ربنا ينجحك هتعدي يكرمه. ايوه ربنا يكرمه. هو فاهم الدنيا واحد. وفالنسيا كسب فيا ريال 3-1. فالنسيا على طول ده حاجه محترمه يا اخي. بتشجع فالنسيا؟ اه. مين بيلعب فالنسيا دوره ماما تراسفيليا. اه حارس رائع. اه ايه ماما يا سلام. امي كنت اتفرج على ايه الدوري الانجليزي؟ انا كنت بس اللي طلع في المقدة كده تشجع لي فرقه مش فاهم انا مش عارف انا دورتموند ايه وفالنسيا ايه اللي انت بتشجعهم؟ طيب في ايه؟ ده ما يعرفش ان انا مدريدي وليفربولي ساعات ساعات. اه يعني عشان صلاح وطنيه بقى شفت بقى؟ اه والله. والميلان كسب في كاس ايطاليا برضه، واليوفي كسب روما برضه، كان حاجه حلوه جدا. بقول لك في مفاجاه حصلت بقى. ايوه السوبر الفرنسي تولوز خسر من باريس سان جيرمان. اه ده عادي مفاجاه فاهم مفاجاه فعلا دي. انا شفت امبابي وحكيمي بيحتفلوا الاحتفال بتاع شيكابالا. ايوه دي قالوا عشان تعرف بس احنا الاصل حاجه غير كل اللي بيتعلم مننا عشان تعرف بس ان انتوا ايه افضل ناس عندي. ايه باريس سان جيرمان؟ مش عارف مين ده لسه اول امبارح.